كأسات اللي هو الحلم الأكبر، الحلم الأعظم، الحلم الأهم، هو الوصول لكأس العالم. تصفيات كأس العالم مواجهتين في منتهى القوة قدام المنتخب السنغالي، يعني على مستوى التشكيلة أو على مستوى المنتخب هو المنتخب الأفضل في القارة الأفريقية لو بنتكلم على تشكيلة لاعبين مش بنتكلم على أرض الملعب. التعامل إزاي مع المباراتين دول؟ الاستعدادات ليهم إزاي؟ التجهيزات ليهم إزاي من الجانب الاتحاد المصري لكرة القدم عشان نقدر نوصل المنتخب في تلك المواجهتين بالشكل الأمثل؟ أول قرار خده الاتحاد المصري مع رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إن كل الدعم وكل ما يطلبه المنتخب القومي بجهازه الفني اعتبره مجاب. هايل. والتعاون ما بين أندية مصر كلها كلنا تحت هدف واحد هو الوصول للمونديال. فكل الدعم لهم، الاتحاد هيوفر كل شيء. عظيم. واحنا قابلنا السنغال، اكيد بقت السنغال بالنسبه لنا وبالنسبه لهم بقى كتاب مفتوح. صحيح. واحنا ما تهزمناش احنا تهزمنا بركلات الترجيح. بركله الترجيح. انا دايما اقول كده بقى احنا وكان وارد جدا الكره الاخيره بتاعت مروان تدخل. صح. كان زماننا كسبنا، احنا وصلنا لاخر نقطه. صح. فبالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز الفني فالسنغال كتاب مفتوح، بل احنا بنتفوق عليهم بعزيمه الرجال. والكوره ما بقتش بالاسماء، بقت بالعطاء. طبعاً. والبذل طبعا، وان شاء الله يعني انا متفائل جدا، اتحاد الكوره كله متفائل وشعب مصر كله متفائل. صحيح. وكل الجماهير بتدعم منتخبنا، ان شاء الله نحقق حلم الوصول لكاس العالم بعزيمه الرجال دي، اللعيبه دي وجهازهم الفني ده اللي على مستوى عالي اللي كلنا ثقه فيه. وحاجه اضيف عندك هنا وافكرك ان احنا ان شاء الله نوصل لكاس العالم. الله يا فندم، بص هتبقى اول مكالمه اكلمها لك انا، اول واحد حلم عارف انه مش حلم سهل، ومفيش احلام بتبقى سهله، لازم كل الاحلام بتبقى صعبه. بس حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، انه الفكره بالعطاء في الملعب، واحنا كمصريين وكلاعبين مصريين وكمنتخب مصر على مر التاريخ احنا اللي معانا الحته دي. ممكن نلعب نجوم كتير على مر التاريخ، نلعب منتخبات كبيره عندها كل المحترفين اللي في الدنيا، احنا دايما بنلعب بقلبنا وروحنا قبل ما بنلعب برجلينا. يعني الناس بتلعب برجلها واحنا بنلعب بقلبنا وروحنا قبل رجلينا. احنا بعد واحنا في بطوله افريقيا دي، هل السنغال كانت هي المرشحه للبطوله؟ في طبعا الجزائر مثلا كانت مرشحه قبل السنغال، الكاميرون يعني صاحبه الارض يعني نتكلم في التصنيف الاول يعني. صحيح. هم ده صحيح. طب هقول لك على شيء، انا حضرت سحب القرعه بتاعت تصفيات كاس العالم. قالوا يا تونس يا السنغال، يعني كلنا نتمنى يعني من ضمن الحاجات ان احنا نقابل السنغال، لان السنغال ما كانتش هي ال اسهل الفرق. يعني حضرتك والجهاز كنتوا تتمنوا تونس او السنغال. وجت السنغال. هي اول قرعه اتسحبت يعني. فاكيد ربنا يريد لنا الخير. يا رب يا رب يا فندم.